بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. انا سلام بيك كابتن ناصر. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء مهوب وكابتن اسامة عرابي، كابتن علي عبد الرحمن وكابتن احمد بلوي. منور يا كابتن ناصر. اهلا كابتن ناصر. سريعا يا كابتن عشان خاطر ما ناخدش وقت نتكلم، يمكن كابتن علاء يمكن يتفق معايا. عاده لما بتكون مباراه سهله كابتن احمد، كابتن علاء، سهله المباراه للاسف احنا كحكام بنصعبها على نفسنا. عندنا مقوله جميله جدا بتقول ايه؟ لما تكون المباراه صعبه انت كحكم الجيد يسهلها، ولما تكون سهله ما تصعبهاش. المباراه كانت سهله وماشيه طبيعي جدا جدا، مفيش فيها مشكله. للاسف اختلاف المعايير ما بين حكم الميدان وحكم الفار النهارده خلينا دخلنا في مشكله واعتراضات وماتش يتوقف وكده. فبقول النهارده المباراه كانت سهله، وكان طاقم التحكيم هو اللي صعبها على نفسه من خلال الحالات الموجوده معانا. هنشوف اول حاله مع طاقم التحكيم اللي كان